اهلا وسهلا بكم كلكم جميعا، لكن بداية للبرنامج صحتك تهمنا لو تعطينا نبدا عليه مختصرة، هل هو تشبيه ببرنامج يعني عالمي او انه فكرة منبثقة من مجموعة من الطلبة في جامعة طرابلس؟ طبعا انا وصاحبتي هذه يسرى نقروا في بريطانيا وجبنا البرنامج هذا من بريطانيا، هو موجود في بريطانيا يديروا فيه شهريا في كل مرة منطقة، فعجبتنا الفكرة هدية، واصدقائنا زملائنا من بنغازي داروا الفكرة هدية السنة اللي فاتت وكانت ناجحة هلبة، والناس عجبتهم الفكرة هلبة، فحبينا ان احنا نجيبوها السنة هي مع في طرابلس. تمام، بداية كيف لقيتوا اقبال الناس على هذه المبادرة وقديش حتستمر يوم الحملة؟ تمام، هو طبعا قبل ما تبدأ الحملة احنا درنا حملة اعلامية، استهدفنا مواقع التواصل الاجتماعي ودرنا مطويات حتى وزعناها في المرافق العامة، الاسواق، الصيدليات، مثلا حتى اماكن تجمعات في طريق الشط مثلا والفنادق. مدة الحملة كانت يومين، هي امس واليوم اخر يوم. الحمد لله اقبال كان جيد جدا، يعتبر تقريبا 500 شخص يعني جونا، كانوا هلبا راضين الحمد لله، وكانت يعني الفائدة يعني منتشرة الحمد لله. الهدف الرئيسي يعني إذا كان ممكن أنت أو واحد منكم لو سمحتي، الهدف الرئيسي من هذه الحملة هل هو فقط كشف على بعض الأمراض أو أن في رؤية مستقبلية للموضوع بشكل عام؟ هو بالبداية بالأمر أنه هو نحن نطمن على صحة الناس، من الناس العادية اللي هي ما عندهاش فكرة أنها تمشي تدير تحاليل نفسها، في هالبنات عندهم فكرة لعند ما هم يشوفوا حاجة غلط لو عانوا من أي أعراض ساعتها يمشوا يديروا تحاليل، بس هي الفكرة وهذا السبب على جدنا في الفروسية بحيث يمكن مكان عام لأي حد ممكن يجي يدير بالمية، بس النظرة المستقبلية إن هي تكون محطات زي هذه تندار حوالين طرابلس إن شاء الله، والسنة الجاية ببنغازي، وتكون تندار شهريا، لأن هذه حاجة أهم حاجة فيها الاستمرارية، مش بس مرة تندار في السنة أو اثنين. هل المشاكل اللي ربما اللي صايرة في مدينة طرابلس وفي الوضع بشكل عام في ليبيا، الضغط النفسي هذا هل له دور بحكم يعني هذا التخصص بتاعك، هل له دور في زيادة المشاكل الصحية للمواطنين؟ طبعا هذا حاجة مهمة جدا، وطبعا له دور، الستريس هو أهم شيء يسبب الأمراض هدية، فهذا علاش حسينا أن الوقت هذا هو يعني الوقت المناسب أن احنا نديروا حاجة زي هدية مجانا، ونديروا دعاية قوية والناس نقول لهم يتفضلوا موجود ويكون سهل ليهم، فيعني هذه كانت أهم شيء. وطبعا هم الناس كلهم ستريس، لما تسألهم علاش تحس الضغط متاعك عالي، علاش تحس انك انت صحة متاعتك مش زي ديما، يقول لك لان الضغط البلاد اللي صاير توا، فكل شيء يعني جاي من الستريس، فهذا علاش احنا اكتر نصيحة نعطوا فيها ان كيف يتحسن الحالة متاعها من الستريس، مثلا يدير اكسرسايز، مثلا يرهف على روحة، ولا يدير حاجات هيك يرفه على روحة سوري. فأي يعني طيب. حاجات هدية. طيب شكرا جزيلا لكم. شكرا مشاهدينا الكرام، لازال داخل هذا هذه المبادرة كما ترون عدد من الأطباء، ربما نأخذ لقاء مع أحد الدكاترة لنسأله على، أهلا وسهلا بك أولا، نسألوك عليه، خدنا نبدأ على المشروع بشكل عام، ولكن نسألوك يعني هل نسبة المرض اللي لقيتوها في هذه الأيام في اليومين هاضم، هل لقيتوا عدد كبير جدا من الناس تعاني من مرض وهي مش عارفة أن هي تعاني من مرض؟ طبعا هو الموضوع بالأصل يعني يعتمد على برنامج اسمه سكرينينج. تمام، سكرينينج إن الناس ما عندهمش يعني علم بالمرض متاعهم، ولكن خلال الكشف الدوري اللي تشوف فيه اكتشفنا أن مثلا عنده قراءة عالية مثلا بالنسبة للضغط أو بالنسبة للسكر، هو ما يندريش، فاحنا نوجهه طول لأقرب مستشفى موجود باش يعني زي ما تقول يشخصوه. طبعا احنا ما نقدروش نشخصه من قراءة واحدة بس، ولكن طلعت قراءة عالية احنا نوجهه لأقرب مستشفى باش يعني يزيد للتحاليل الثانية يعني يكتمل معه. تمام، يعني أكثر الأمراض اللي لقيتوها شن هي اللي منتشرة بشكل كبير في الناس اللي دارت الكشوفات؟ تمام، بالنسبة للضغط طبعا، الضغط والسكر هذا نصيب الأسد يعني، وممكن الوزن الأوبيزيتي مثلا أو الوزن الزائد يعني نسبة كبيرة بصراحة يعني، فديما نقدمه في النصائح هذه بالنسبة تنقص الوزن والماكلة مثلا، الماكلة الصحية باش يعني يقللوا من الوزن، مرتكم من الراحة النفسية اي والله ممكن اي طيب مشكور، ان شاء الله ناخذ الدكتورة. دكتورة يعني خليك دكتور معنا، يعني بس نبغى معلومات اكثر عن الحالات اللي جتكم، يعني كم وصل العدد الى هذه اللحظة من عدد من الحالات
الحالات اللي جتكم، هل فيه نازحين جوكم؟ هل في ناس من المتأثرين بالمشاكل اللي صايره في مدينة طرابلس؟ طبعا العدد من أمس إلى عند اليوم، طبعا أمس كانوا رجال، اليوم كان نساء وعائلات يعني، فالعدد من أمس لعند اليوم تقريبا 300 شخص. طبعا مازال في تزايد لأن احنا مفتوحين للساعة 7 إن شاء الله، فالعدد في تزايد يعني الحمد لله. وكان في إقبال كبير من الناس، يعني الناس هلبة حبت الفكرة وخشت وياخي اتصلت بأهلها وجو علاج بالمجان، وخاصة أن في نصائح طبية يعني وزي الأويرنس يعني توعية للناس بحيث أن اللي صحتها واللي هيك وشن اللي تدير. بالنسبة لي النازحين ما ممكن في فئة شوية بسيطة جتنا يعني، بس لأن زي ما تقول احنا في الاستبيان بتاعنا ما ناخدوش حاجات زي هيك يعني، معلومات زي هذه ما نكتبوش فيها، بس اعتقد ان جونا كمية كبيرة يعني الحمد لله. تمام. اكتشي الضغط والسكر، هل الوضع له دور في الامراض مثل هذه يعني؟ طبعا الوضع له دور يعني، عندك الستريس اللي طبعا الوضع اللي فيه البلاد والحرب وهكي، هذا كل ستريسنا يزيد من الضغط الدم، يزيد من السكري، اصابات السكري، يزيد حتى من السرطان، فهذه كلها زادت. ومثلا شوفوا مثلا حتى حالات جتنا سن صغير يعني، بادي فيها الضغط وبادي فيها الأمراض المزمنة اللي مفروض تبدأ في عمر مثلا 50 و60، ظهر تظهر توه في العشرينات وفي الثلاثينات، وهذا كله بسبب الضغوطات اللي عايشين فيها وبسبب الستريس اللي هم عايشين فيه يعني، مش حتى ما فيش يعني بيئة مريحة للأعصاب وهكي يعني، القراية فيها ضغط، الشغل فيه ضغط، كل شيء فيه ضغط، فهذا كله بالتأثير حيأثر سلبيا يعني على الجسم وعلى الصحة طبعا. أكيد يعني كلمة تحب توجهها لمن يسمع فيك الآن بحيث ربما يبادروا يلحقوا عليكم في هذه الحالة؟ والله يا ريت يعني يكون مثلا في حملات مثلا شبه شهرية مثلا أو نصف سنوية أو حتى سنوية، والجهات المعنية يعني ترعى الموضوع هذا ويستمر يعني إن شاء الله يا رب. إحنا طبعا ناشده يعني وبإذن الله خير إن شاء الله يوصل صوتنا. بس طيب إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم الزوز. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، لازلنا داخل هذا الـ هذه المبادرة، ولكن ربما إذا كان قدرنا نأخذ لقاءات مع ناس زوار حول هذه. السلام عليكم، منكم نأخذ رأيك حول هذه المبادرة لقيمين بها مجموعة من الدكاترة ما شاء الله، يعني كيف سمعت بها المبادرة هذه؟ والله جاي صدفة. بالصدفة جاي صدفة جاي لقيتها قدامي، أعطونا الفكرة عليها، قالوا لنا زودوا فيها مقياس تقيسوا الضغط وبيقيسوا السكر، وقلنا يتوكلوا نظبط على صحتنا، حتى السكر عمرنا ما قسنا في مفاهيم. وهل شفنا مثل هذه المبادرات كويسه ان ممكن مرات انت ما تعرفش ان انا عندك ضغط؟ عنديش هي مرات هي صدفه، حتى تو قلت لهم، انا قلت لهم بالمره واحد مرات يعرف روح انه ما يدريش على حالته الضغط اللي صاير تو يعني، الواحد ماشي ومع مرات يقيس الضغط يقيس السكر مرات بسنين، واحد حتى الضغط والسكر ما يقيسهاش، يشبع في روحه يكابر قاعد شباب وقاعد كذا، واحد ياخذ فكره على صحته. ايش تتوقع انت الصحه بتاعك؟ هل ضغط سكر حتى الحمد لله بتوقع اني نايم الحمد لله، ما عنديش لا سكر ولا ضغط. لا اللي اتوقع انه ممكن ربما يكون وزن الزايد حتى واحد من الاسباب ان هي تسبب ان ما فيش مكان رياضه او شيء. لا الحمد لله انا بالنسبه حتى الوزن زايد انا ما مشكله. تمارس في رياضه؟ والله للاسف لا. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. العفو. شكرا لك، مشكور. مشاهدينا الكرام، زلنا داخل هذه الحمله، ربما اذا كان قدرنا ناخذ لقاء ثاني. استاذه السلام عليكم، مخبش معك كلمه لو سمحتي، اخبارك طيبه؟ لا عادي، بس كلمه يعني على من حتى تشجيع للقائمين بهذه المبادره، يعني كيف شفتي مثل هذه المبادره؟ هل شفتي من قبل في طرابلس مبادره زي هذه، او انها اول مره تقابلك في طرابلس؟ بصراحه انا نحب نشكرهم كل ماده مبدئيا، وانا اول مره نخش ايفنت واول مره نشوف ايفنت زي هذا، وجايات بكل رحابه صدر، وحبيت اني نعرف شين عندي وشين ما عنديش، ونتعرف على الاطباء ونشوف شين عندهم شين يبوا يعطوا. هل انت جيتي خصيصا للايفنت هذا، او انك انت بالصدفه لقيتي؟ لا والله جايه خصيصا يعني، طالعه باش نجي هنا. تمام. مساله الاوضاع اللي في طرابلس، هل لها دور ان هي ممكن في بعض الامراض تزيد نسبتها في المثل؟ الغشاش بيخليك والتوتر وتو ضغطي زايد، فشوفوا روحكم يعني، تحاولوا انكم انتم تنظموا اموركم. ان شاء الله ربي يفرج علينا كلنا يا رب العالمين. طيب ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، هذه كانت مبادره صحتك تهمنا، الذي يقوم بها عدد من الدكاتره والاطباء الحديثي التخرج من الجامعه، المحاوله منهم لمعرفة الأمراض التي يعاني منها المواطنين، ومجاني كشف مجاني لكل أنواع المرض. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في جولات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.